احنا الهدف تاعنا كان من منذ الوهله الاولى رافعين التحدي، ان شاء الله مازلنا نرفعوا التحدي. رغم نقدر نقول لك صح، كي تشوف انتوما الفرق الافريقيه فرق قويه، ونقدر نقول لك مونديال مصغر باسكو كاين بعض المنتخبات اللي عندهم 5 كؤوس افريقيا، 5 كؤوس عالم، كان نيجيريا، الغانا بون ما تشاركتش ولكن عندها كاس عالم، يعني فريق افريقيا معروفه تلعب ادوار اولى في كؤوس عالم، ولهذا قلت لك مونديال مصغر، المنافسه ما تكونش منافسه سهله، وكل المنتخبات اللي تاهلوا لاول مره كاس افريقيا ل 12 منتخب، يعني ما وسع الحال، ولكن ان شاء الله التحدي نرفعوه، والهدف تاعنا هو باين هو التاهل ان شاء الله كاس العالم. البطوله تاعنا في فئات شبانيه، رغم انا صريت انها تبدا في سبتمبر، بدات قريب ديسمبر، دونك انت يا وقتاش تشوف لي جوار، وقتاش تجيبهم، وقتاش تجهزهم، وقتاش توجدهم. كاين بعض اللاعبين اللي جلبتهم من فرق، الى فالي كان لازم لي حوالي 8 تربصات باش لحقتو للمستوى الدولي، باش نعوض له النقص اللي كان عنده في الفريق تاعو. يعني اش قلت لك، كاين بزاف مواهب في الجزائر، ولكن الجاهزيه اللي ما تسمحلهمش يكونوا لحد الان في المنتخب. كاين بعض اللاعبين جاو صراحه ما قنعونيش، ماشي من قنعونيش من ناحيه لا فالور انترانساك، نو، نعاودو لي توجور للجاهزيه. صافي بدك يجي مركز تكوين حاب يقول خير من اللاعبين في الاكاديميه هنايا، حنا رانا نقارنوا ونشوفوا، انا نخدموا بعقلانيه، عندنا كما يقولوا معايير انا نقيسوا عليها. طبعا كاين لاعبين اللي مازال ماهوش واجدين باش يكونوا في الفريق الوطني، بالك لاعب مستقبلي، وكاين بعض اللاعبين مزدوجي الجنسيه اللي اتصلنا بهم، ماهيش حاب نذكر الاسماوات، نخليها كما يقولوا علاه بول لي بروتيجي باش نحميهم، باسكو يجي نهار بالك يعاود يلتحق باي منتخب وطني اقل من 20 ولا اقل من 23. دونك اون دوا با اتر كيما يقولوا ميشون، دونك اون دوا اتر ان بو اوبجيكتيف، دونك اون دوا بروتيجي شي جان. كاين لاعبين ممتازين اتصلت بهم ماشي غير في فرنسا، في النرويج، في كوبنهاغ، في الدنمارك، قريب بيعت الجوار، كي قلت كوبنهاغ قريب قلت اسم الجوار براتيكمون، يعني في ايرلندا ما حبوش يلتحقوا لحد الان، ما نحترم الراي تاعهم. كنت حابهم يكونوا معنا،